تعالوا بقى نتعرف على أحدث بطاريات التربية المنزلية للدواجن والأرانب والسمان وغيرها. هنقابل المهندس الجميل مجدي إبراهيم الأطير، استشاري الإنتاج الحيواني واللي أسس العشرات من مزارع التربية المنزلية في البطاريات. ركزوا معاه. المهندس الزراعي مجدي إبراهيم الأطير. نعم. 40 سنة استشاري إنتاج حيواني. نعم. بتأسس مزارع. نعم. أنت شغلتك إنك تفتح مشروعات ورزق للناس، صح؟ نعم. ولا لا؟ نعم. احكي لي بقى، بدأنا شغلنا إزاي وإحنا بنتميز بإيه؟ الأطير الأشهر في كفر الشيخ، صح ولا لا؟ صح. احكي لي أنت حضرتك دخلت المجال ده إزاي؟ أنت حضرتك مهندس زراعي. أنا زراعي أصلا. مبيدات، صح كده ولا إنتاج حيواني؟ لا، إنتاج حيواني أصلا. إنتاج حيواني. تمام. واشتغلت فيه وجدته، يعني بقت جيد فيه، ولذلك استمرينا فيه وما زال الاستمرار موجود. بتقدم ايه بقى للناس؟ احكي لنا كده. بقدم الخدمة، يعني واحد معاه نص المبلغ. انت بتعمل سلكات او بطاريات؟ بطاريات بتاع الفراخ، للفراخ والأرانب، والأرانب والبط والسمان والبط والسمان. أيوة. والرومي تحضين عمره ما يبقى 30 سنتي ارتفاع الفرخ الرومي، بقول للمربي نزله بقى على الارض. فهنا بالنسبه للتسمين له بطاريه، بالنسبه للبياض له بطاريه، بالنسبه للتسمين البياض، بالنسبه للسمان برضه له بطاريه. تقدر تجهز لي العنبر بالهوايات بتاعته كل حاجه فول اوبشن. اديني اسعار بقى عشان نشجع الناس. في اسعار، في مثلا في عايز تخفيضات اجرينا، في تخفيضات اجرينا موجوده. في الاسعار بدل ما هو 1000 يبقى ب 500 يبقى ب 650 الدور. الدور اللي زي ده زي ده. ده 850 بيبقى ب 500. تمام. في أربعة ب2000. في أربعة ب2000 هي كانت ب3400. واخد بال ساعتك؟ طب حلو. اللي زي ده لتسمين. ده تسمين. ده منزلي. ده منزلي. وده برضه ينفع منزلي. في ناس بتحط ده منزلي، في ناس بتحب خامة شديدة شوية. ده منزلي برضه، ده ب1000 ونص هيبقى ب1000 الدور. تمام. انت لغايه امتى؟ لحد خمس شهور. ملتزم بكلمتك؟ ملتزم. انا اللي هكلمك. ملتزم. طب خلاص. طب عايز اعرف البياض ده اللي ورايا الحلو ده بكام؟ البياض ده غالي لان القفص ب2. تمام. القفص يعتبر بقفصين اللي هو متداول في السوق، ده ب3000. ده عشان المعرض والتخفيضات بتاع المعرض ينزل يبقى ب2000. الدور 2000 من 3. يشيل قد ايه الدور ده؟ يشيل 30 ام بياض. 30 ام بياض يبقى 3 ادوار ب90. 90 ام بياض. نعم. حلو ده قوي. يعني كل يوم بعمل لي 3 كراتين. ايوه. طبعا اكفي عيالي واكفي عيلتي كلها بس. ويبيع. صناعة.